في ملفنا الأول، تزامنا مع الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لرئاسة السلطات المحلية وعضويتها، ينطلق سباق الانتخابات في البلدات العربية في البلاد، حيث شهدت الساعات المنصرمة حملة ترشيحات مكثفة ومواجهات بين المرشحين وتوقعات بتحالفات جديدة قد تغير معالم الخريطة السياسية في هذه البلدات. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات عدة تواجه البلدات العربية وسط تطلعات لتحقيق تغييرات جذرية على الساحة المحلية، ونحن معكم نتابع تطورات الترشيحات لرئاسة السلطات المحلية. وننتقل إلى الرملة ومباشرة معنا من هناك مراسلتنا رماح مفيد. أهلا وسهلا بك رماح. رماح، يعني كيف هو الوضع عندك؟ أي مريم، إذا نحن نتواجد. نعم، ما هو التوقع عندك العام حول عدد القوائم المرتقبة لتقديم طلباتها في اللحظات الأخيرة عندك في الرملة؟ نعم، إذا مريم مساء الخير. أولا نحن نتواجد هنا في مدينة الرملة، نتحدث عن مدينة مختلطة. نسبة التصويت أو الإقبال على التصويت في هذه المدينة لا تتجاوز 70%. المدن المختلطة عادة ما لا يسيطر عليها العائلية والحمولة، وبالتالي المجتمع العربي غالبا ما يكون أقلية بها. في مدينة الرملة نتحدث عن 80,000 مواطن، المجتمع العربي يشكل ما نسبته 27%، يعني 14,000 مواطن أو 15,000 مواطن عربي أصحاب حق الاقتراع من هذه النسبة. غالبا ما يشارك منهم 60%، 68% كانت النسبة الأخيرة التي أقبلوا على المشاركة في الانتخابات. في هذه الانتخابات مرام هناك على الأقل حتى الآن قائمتان، أو حتى أغلقت القوائم، ولكن هناك قائمتين عربيتين. نحن نتحدث عن القائمة الأولى وهي قائمة التقدم والمساواة، وغالبا يعني في الانتخابات الأخيرة أيضا كان هناك 4 أعضاء مواطنين عرب يمثلون المجتمع العربي. وفق ما سمعناه هنا نحن نتحدث عن تنسيق ما بين الأعضاء العرب من أجل مصلحة المجتمع العربي، ولكن لنفهم المعاناة والتحديات أمام القوائم العربية وأمام المجتمع العربي الذي يعاني من تهميش مستمر من حيث الميزانيات وقضايا أخرى. سنتحدث مرام إلى المرشح صالح أبو رياش. مرحبا، مساء الخير، وهو عن قائمة التقدم والمساواة. إذا بداية، كيف سادت الأجواء لتقديم القوائم هنا في المدينة؟ حقيقة بسبب الأوضاع اللي احنا موجودين فيها اليوم، أوضاع اللي هي عمليا عدم الأمن والأمان في الرملة وإجمالا في كل البلاد، كان في صعوبة لتشكيل القوائم. يعني المرة السابقة كان في 3 قوائم، المرة هذه في بس قائمتين، وحتى ترتيب المرشحين كان صعب جدا، لأنه في كثير كمان ما كان عندهم أي استعداد أن يفوتوا في الحملة الانتخابية القادمة، بسبب خوف، قسم بسبب وقت أو إلى آخره. نتأمل بعد ساعة عمليا في خوف للقوائم انه السكان العرب في المدن المختلطة وبالذات في الرملة واللد انه ما يطلعوا ينتخبوا، بسبب الخوف وبسبب المشاكل الموجودة اللي بيعاني منها المواطنين. نعم، نحن نتحدث عن تحديات كثيرة يعاني منها المواطنين العرب هنا، من ضمنها الإهمال في الميزانيات وأيضا البناء التحتية في الأحياء العربية. ما هي أهم القضايا التي أنتم في قائمة التقدم والمساواة يعني تسعون لتحقيقها؟ حقيقة إذا نحن نطلع على مدينة الرملة إجمالا، الحارات العربية والمهمشة وكمان مهملة. البنية التحتية زي الشوارع، زي المجاري وإلى آخره، ما صار فيه أي تحديث. صحيح منها. صحيح. إذا بتجول في الرملة واللد في الحياة العربية بنلاقي إنه في انعدام مثلاً للحدائق، للمتنزهات، هذا الشيء تقريباً غير موجود في الأحياء العربية. في الأحياء اليهودية صحيح. هناك بالزبط. عمران ومستوى حياة مختلف. يختلف جداً. زي ما حكيت، أول شيء بيهمنا في الرملة واللد، هي بالذات في الرملة، هي قضية الأمن والأمان. هذه أكبر مشكلة بتواجهنا.
يعني اليوم صرت انا صار كل واحد منا بيخاف انه يطلع الشارع هو اولاده او حتى بنفسه. يعني قبل عده سنوات كل واحد منا بيستحي يقول انه خايف يطلع الشارع، اليوم لا، احنا بنخاف نطلع الشارع. وهذه الظاهره مع كل اسف يعني ظاهرة مخيفة. حتى في الرملة إذا ما تحدثنا عن الجرائم والعنف وسيطرت العصابات الإجرام، نتحدث أنها تسيطر فقط في الأحياء العربية ولا نجدها أيضا تسيطر أو تسبب معاناة في الأحياء اليهودية، وكأن الشرطة تعمل بسياستين. صحيح صحيح، مشاكل العنف والجريمة موجودة في الحارات العربية، كما ولو كان إنه إحنا عايشين في كوكب ثاني. يعني إذا بتطلع إحنا موجودين هنا في الشارع الرئيسي في الحارة حوالي ساعتين، أكثر من ساعتين ما في أي تواجد للشرطة مثلا، بينما إذا بتروح على أي بتفوت على أي حارة يهودية إذا في كان هناك تواجد لحد لشاب عربي تأكد إنه الشرطة هناك راح تمر 4-5 مرات، لأنه في بس شاب عربي مرق من المنطقة. الآن نتحدث عن نسبة إقبال منخفضة نوعا ما في المدن المختلطة تحديدا وهنا في الرملة لإقبال المواطنين العرب على التصويت، نتحدث فقط عن 4 أعضاء يمثلون ما نسبته 15,000 مواطن، فيما لو يعني استجاب الشارع العربي هنا في الرملة للمرشحين وخرج للتصويت، هل سيرفع ذلك من نسبة التمثيل وكيف سيترجم على تحصيل الحقوق لهؤلاء المواطنين؟ عمليا نسبة التصويت للمجتمع اليهودي في الرملة هي ما يقارب 60 أو 65% في الانتخابات المحلية. الآن لو طلع الشارع العربي ينتخب بكامله، احنا بنحكي هان على 85 أو 90% من أصحاب حق الاقتراع، هذا معناته ان احنا بنوصل هان ل ما يقارب 8 أعضاء عرب. وبالتالي هذا يعني تقريبا 8 أعضاء من 19 عضو، هذا تقريبا النصف. يعني احنا بنكون هان نأثر على كل ما يجري في داخل البلدية. الآن اليوم احنا السكان العرب في الرملة ممثلين ب4 أعضاء بلدية بيشتغلوا عمليا بتنسيق بيناتهم، ولكن حجم الشغل او حجم العمل اللي لازم يشتغلوا عليه هو جدا كبير بسبب الإهمال اللي كان على ما على 75 سنة. في الفترة السابقة الأعضاء العرب كانوا في الائتلاف واشتغلوا جدا في منيح بما يخص البنية التحتية في داخل البلد، وكان صعب لهم لأنهم بطبيعة الحال ما بياخذوا أجر على شغلهم. الشغل الإهمال اللي صار 75 سنة صعب إنه يتم في 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 تحسين هذه الظروف في في خلال فتره قصيره، فتره 5 سنوات. ايوه نعم. الان زي ما حكيت انه قضيه الامن والامان هي اكثر قضيه بتهمنا. قضيه العنف موجوده في كل مكان، وبالذات اليوم كنا بنشوفها كمان وسط نزلت في المدارس، فاحنا بهمنا كثير انه قضيه التربيه والتعليم يكون قسم منها مهم جدا، اللي هو التعامل مع هذه الافه. نعم، وضحت الفكرة. عفوا منك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا أستاذ صالح. صالح أبو رياش. نعم فريق في مشاكل ثانية طبيعة الحالة، قضية الشباب اللي ما عندهم أي أطر تربوية واجتماعية. نعم شكرا جزيلا لك. إذن يعني مرام الاحتياجات للمجتمع العربي في المدن المختلطة تحديدا هنا في الرملة وعلى شاكلتها أيضا في مدينة اللد، هناك احتياجات كبيرة جدا، هناك يعني سنوات طويلة من التواجد رؤساء للسلطات عنصريين لا يحترمون ولا يهتمون باحتياجات المجتمع العربي، وبالتالي على القوائم العربية تلقى مسؤولية كبيرة جدا، والحل الوحيد لرفع قدرة تأثيرهم على اتخاذ القرارات وبالتالي بالتحكم في الميزانيات أيضا وتحصيلها لتحسين مستوى المعيشة لدى المجتمع العربي يكمن في أن المجتمع العربي يجب أن يخرج إلى صناديق الاقتراع. شكرا لك رماح مفيد، رصدتي لنا الواقع في مدينة الرملة.